طبعا الخلية اللي قدامنا دي بسم الله ما شاء الله خلية قوية. أنا خدت منها برواز قويت بيه خلية، ومحتاج إن أنا آخد منها برواز كمان. بعض الناس تقول طيب الخلية دي خلية قوية، طب ما نسيبها، نسيبها قوية وفيها النحلة اهوت كتير، و الشغال يعني هو بنى اهو الجزء اللي فوق بعد الفرز، وكويس انها تبقى شغالة يعني كويس. اقول طبعا احنا بنعمل عملية ايه، تظبيط الخلايا، بناخد برواز من خلية تكون قوية، وبنسقط مكانه برواز او بروازين. يعني الخلية دي انا هاخد منها برواز كمان، يبقى خدت منها بروازين وسقط فيها اهو براويز اساس شمع اهو ماشي. والبرواز التاني في قطعة زوايد اهو، مجرد ما هينزل البرواز ده النحلة هيشتغله وهيمطه من الجوانب وهيقفل بقية السلك ده. يبقى انا استفدت امرين، استفدت ان انا قويت خلية ضعيفة، ده طبعا اللي في البرواز ده، العيون اللي في البرواز دي عيون، دي عيون ملكات اهو، دي عيون بتاعت ملكات، طبعا دي احتياطية ما هي شغالة، يعني ممكن تكون كانت شغالة قبل كده والنحل شال الجزء اللي ايه الخاص بيها بعد ذلك. المهم ان احنا دلوقتي بنقول هنعمل ايه في الخلية لما تكون عندنا خلية قوية زي كده وجديدة قوي، نعمل فيها ايه. احنا مش هنفرز قريب، قدامنا اسبوع 10 ايام على ما نفرز ان شاء الله. طب الخلية دي لو سيبناها كده والنحل عمال يطلع ويكتر فيها هتعمل ايه؟ هتطلع ملكات وهتطرد للخارج. يبقى احنا دلوقتي بنمنع التطريد دلوقتي، لان الطرد اللي هيخرج ده انا ما اضمنش هيقف عندي على الشجر زي اللي وقفهم ولا هيمشي على بره، دي نمرة واحد. في نفس الوقت اللي هو يخرج الطردين ثلاثة بره قطعا هتضعف، قطعا هتضعف. يبقى انا خسرت الخلية القوية وفي نفس الوقت ما قوتش منها. انا دلوقتي لما اكون خلية ضعيفة ماشي وعايز اقويها، انا بقويها من الخلية القوية دي، باخد منها بروازين واحطهم في الخلية الضعيفة، واجيب بروازين من الخلية الضعيفة زي اللي انا شايفهم دول قدامي احطهم فيها. يبقى انا هنا حليت مشكلتين، قويت خلية ضعيفة وظبطت الخلية القوية، خليتها في القوة اللي احنا عايزينها علشان ما تطردش وتخرج طرود بره وبتبدأ تضعف بعد كده. لان اهو شايفين اهو انا طبعا هي كلها عاملة عسل اهو من جميع الجهات. فانا هاخد البرواز ده دلوقتي اهو، شايفين العسل اهو فوق ماشي، هاخد برواز زي ده ماشي وابدأ انقله في خلية تانية وهسقط بروازين. يبقى انا شلت بروازين فيهم عسل اهو فيهم حضنة خلاص، والحضنة اللي هنا دي يعني حضنة محمصة بتخرج، وهجيب مكانها بروازين فاضيين. يبقى هما هتبدأ تشتغل في البروازين الجداد وتحط فيهم بعد كده العسل، يبقى اديتها فرصة انها تشتغل لمدة اسبوع او 10 ايام كمان بدون ما تحتاج ايه انها تعمل عملية تطريد. هودي البرواز ده وهاجي تاني للخلية. انا جيت مرة تانية ان شاء الله للخلية وهنشوف هنعمل فيها ايه. الخلية دي شرسة شوية،
والشراسة بتزيد قوي في الوقت اللي يكون قبل ايه وقت الغروب، بيبقى النحل اشد شراسة، عشان كده انا بدخن عليها دخانة جديدة. طيب هنشوف كده الخلية وضعها ايه، شايفين اهو عسل اهو وبدأ يختم، بسم الله ما شاء الله. انا احط البرواز بين بعد البروازين اللي في الاول اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله عسل والنحل. اهلا يا باشا. اهلا يا عمله. يا ريس. لا من حد؟ لا لا، ربنا معانا الحمد لله رب العالمين. والله بخير الحمد لله. لا جه، انا لان لسه جاي متاخر كده. احنا حطينا البرواز اللي هو فيه الزوايد الاول، وهجيب بعد كده قبل البروازين اللي في الاخر، يعني بروازين في الاول وبرواز وبعدين بروازين، وهنزل البرواز الفاضي ده دلوقتي اهو، ونبدا نلم الخليه بتاعتنا. ونقفل الخليه، ودي طبعا الحلقه ديت عن ازاي لما تكون خليه عندنا قويه هنعمل ايه. احنا لو سيبنا الخليه القويه دي ماشي هتطرد وتخرج طرود، فلازم نتصرف معاها ان احنا نحاول مش نضعفها، نحاول نوازن بينها وبين الخلايا الاخرى. ناخد بروازين مليانين عسل وحضنه ونحل، نوديهم في خليه ضعيفه، ونجيب بروازين جداد، بكده نضمن ان الخليه دي مش هتطرد وهتقعد على الاقل 10 ايام على ما تظبط البروازين اللي عندها. في الوقت ده هنتابعها ونلاحظها، اي خليه قويه برضو بنتابعها على اساس ان هي ما تطردش مننا، ولو في فرصه انها هتنتج اكتر يبقى ما فيش مانع. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى لقاء قريب باذن الله.